السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطط الحكومة لتطويره، كما تم بحث آليات تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إضافة لمتابعة تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات إلى أحياء حلب المحررة من الإرهاب. المزيد في التقرير التالي. ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطط الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سوريا. قد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من السادة الزملاء تفعيل المكاتب الإعلامية لهذه المكاتب الإعلامية من دور هام جدا في تأمين سلطة الوصل بين المواطن وبين المسؤول بما معناه، وكذلك طلب من السادة الزملاء أن يتم التعاطي والتعامل بمسؤولية وشفافية كاملة مع احتياجات المواطنين والتواصل بشكل مستمر، ويكون هناك دوما طرح للمشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات وما تقوم به من إنجازات وأعمال بشكل صريح وشفاف أمام السادة المواطنين. تحديات كثيرة نواجهها في مجال الإعلام، لكن حقيقة نستطيع القول أن المسألة ليست مسألة أن هناك قناة ألغيت دمجت مع بعضها البعض أو أن هناك فساد في هذه الجريدة. المسألة هي أكبر من ذلك بكثير. هناك خطاب يجب أن يتجدد باستمرار، لأنني كما بدأت وقلت الخطاب الإعلامي مفتوح على الكثير من المعطيات، ويوميا لدينا تحدي جديد وشيء جديد يجب أن نفعله. وطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب، حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشية. في كتير إنجازات تمت على صعيد حلب، إن كان في تنظيف الشوارع من الأنقاض، إن كان في الأبنية الخدمية اللي مباشر بتنفيذها، الخدمات الهاتفية تم إعادتها إلى أغلب يعني أحياء حلب، وخدمة الإنترنت. اليوم في ثلاث مراكز صحية خلال 15 يوما سيتم افتتاحها، إعادة جسر المؤدي المباشرة بإعادة الجسر المؤدي إلى طريق المطار وإلى المدينة الصناعية. كل الأعمال اللي أقرتها الوزارات في برامجها في خطة الإسعافية حقيقة أنا بقدر أقول أنه تسير وفق البرامج الزمنية المعدلة لها. ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة، صدق المجلس على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 150 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية للدنم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ليرة سورية للدنم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضروات. وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب. وفي سياق آخر، ولتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات، وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه. كما وافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.
أصدر وزير التجارة الداخلية الدكتور عبدالله الغربي قرارا ألزم بموجبه مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية الغذائية والمواد العلفية بتسليم نسبة 15% لعدد من المؤسسات العامة. القرار نص أنه في حال عدم التزام المستوردين بأحكام القرار تطبق عليهم إجراءات الحرمان من منحهم أي إجازة استيراد لمدة عام كامل وإعادة نسبة 15% من القطاع الأجنبي المخصص له لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى المصرف المركزي وتنظيم ضبط تمويني على أن يصدر وزير التجارة الداخلية التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القرار. يبحث مصرف سوريا المركزي وضع معايير جديدة للإقراض تمهيدا لإلغاء القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في عام 2012 والمتضمن وقف جميع أنواع الإقراض في المصارف العامة. الاجتماعات المرتقبة قد تصل لإعداد خريطة مكانية للإقراض تركز على المناطق الآمنة لجهة قبول الضمانات الموجودة فيها لدى المصارف. إلى جانب ذلك ستراعي المنهجية الجديدة لمصرف سوريا المركزي فيما يخص الإقراض أكثر من معيار، أهمها سيولة المصارف وتنوع محفظة الإقراض بين استثمارية وإنتاجية ودخل محدود. تدرس هيئة الاستثمار اقتراحا بتأسيس شركة مشتركة مع المؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري بهدف تنفيذ عدد من المشاريع برأس مال قدره 40 مليار ليرة. المذكرة المعدة لرفعها للمجلس الأعلى للاستثمار توضح إنشاء شركة عقارية وطنية بغية دعم النهوض العمراني عن طريق الدعم المالي للمؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري على أن تخضع للقانون الخاص بالتطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته. أوضح مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أن الخطة الاستثمارية للمرفأ لهذا العام تتضمن إقامة مشاريع هدفها تحسين الطاقة الإنتاجية وتطوير الخدمات والبنى التحتية. مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أشار إلى توريد ناقلتين بطاقة 15 طن للواحدة ورافعتين بريتين فضلا عن استكمال أعمال البراد الحديث الذي أصبح في مراحل تشغيله الأخيرة، ما يحقق عائدية كبيرة للشركة استخدامه في عمليات التبريد والتجميد للحفاظ على البضائع المخزنة بدرجة الحرارة المطلوبة. أكدت مصادر بقطاع الوقود أن الحكومة السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلي 30% اعتبارا من شهر تموز القادم لموائمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة حكومية لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية السعودية بغية تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك المحلي. يشار إلى أن المملكة السعودية كانت قد زادت سعر البنزين بنسبة 50% في شهر كانون الأول عام 2015. تعتزم شركة غاز بروم الروسية رفع أسعار الغاز المورد إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017. نائب رئيس مجلس غاز بروم أكد أن أسعار الغاز إلى أوروبا ستبلغ نحو 180 إلى 190 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين كانت أوروبا تدفع متوسط ثمن الوقود 167 دولار لكل 1000 متر مكعب. اقترح دونالد ترامب زيادة نفقات البنتاغون 54 مليار دولار للمجال الدفاعي على أن يتم تعويضها بخفض في المساعدة الدولية. ترامب أوضح أن الهدف من هذه الزيادة هو إعادة إيش حيث تقدر بنسبة 9% على أن يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية. يشار إلى أن الدفاع يمثل نصف نفقات موازنة عمل الدولة الفيدرالية. انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار سجل في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 546 ليرة و71 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1256 دولار و74 سنتا، محليا ارتفع محليا عيار 21-19000 ليرة، معيار 18-16286 ليرة. في أسواق النفط العالمية
خام برنت سجل اليوم 56 دولار و66 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 54 دولار و47 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.